سلام عليكم أحباب الكرام. ممكن اليوم أحكي الحكاية تأذيكم، ولكن أكو كثير أمور مع الأسف مؤذية بمجتمعنا. على اليوم من بعد فترة طويلة أنا وسامي على راق الشاط شط قارون هنا بمدينة تستر اللي احنا نسميه شطيط، ولكن تفاجأت بكمية المهملات والنفايات المشمورة على راق الشاط أو مذبوبة على راق الشاط. راح أشوف لكم مشهد من هاي المشاهد. مع الأسف أكو عندنا جسر تعبر عليه سيارات، جسر يعني طافي على الماي. هذا الجسر المهملات الحوالي تشوفونها مؤذية الحالة. هاي بيئتنا وهاي شطوطنا وهاي أنهرنا وبلدنا ووطننا، فإذا ما إحنا نحافظ عليه غرار يحلي يحافظ عليه. جزاكم الله خير، أرجوكم إذا جيتوا المدينة تستر لا تشمروا مهملاتكم وتتركون مهملاتكم على ضفاف النهر. جزاكم الله خير، مشكورين.